بالنسبه للسمكه اللي غنحضر معكم اليوم، انا اختاريت هنايا السمكه ديال سان بيير. غادي نحتاج معاها واحد البصيله مقطعه على شكل طولي، واحد البصيله مشلضه على شكل رقيق، كاس ديال القشده الطريه، واحد شويه ديال الفطر. انا هنايا خديت فطر طري، ممكن اننا نديرو المعلب، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، واحد جوج فصيصات ديال الثومه، واحد شويه ديال الزبده. دابا غادي ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التحضير. غادي ناخد الصحن اللي غندخل الفرن، غندهنو بواحد شويه ديال الزبده، غادي نضيف من الفوق البصله اللي قطعت شرائح، غادي نفرشها من تحت الحوطه باش تجينا معلكه وما تلصقش لينا مع هذا الصحن هذا. غناخد السمكه ديالي، غنضيف لها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وغادي نقلبها على الجهه الاخرى كذلك. غنضيف واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار ومن الوسط كذلك باش ما تجينيش مسوسه. كنفلحوها واحد شويه بالموس باش تشرب ليا الصلصه من بعد. كذلك من الجهه الاخرى كندخل هاد الشقيقات هادو شويه ديال الثومه باش كتجيني منسمه مزيان بالثومه، وكذلك شويه من الوسط. غنضيف لها واحد المعلقه ديال الزبده من الفوق، من بعد ذلك غادي ندخلها للفران باش طيب، نغطيها وندخلها للفران باش طيب، وندوزو باش نحضروا الصلصه البيضاء اللي غادي نرافقها مع هاد الحوته هادي. بالنسبه للصلصه كناخذ واحد شويه ديال زيت العود، كنضيف ليه واحد جوج رويسات ديال الثومه، ماشي رويسات، جوج ديال دريسات ديال الثومه محكوكين. والبصيله اللي مقطعه رقيقه، واحد البصيله صغيره مقطعه رقيقه، صافي. ونخليها تشحر مزيان حتى تنسم ليا البصله والثومه مع ديك الزويته. كيف ما كتشوفوا ها هي البصله مزلات، كنضيف ليها الشامبينيون مقطع، انا هنايا درت الشامبينيون طري، نخليه حتى هو يتشحر مزيان ويطيب. كنضيف واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح،
ما نسكروش بزاف لان ضمير السمكة الملحة. صافي نخليه يتخلى مزيان. كنضيف واحد شويه د الماء، واحد ربع كاس هكذاك صغير، باش يبقى الشامبينيون فين يطيب باش ما تحرقش لينا الزيت. نفتحو مزيان حتى يطيب الشامبينيون. دابا غادي نضيف داك الكاس ديال القشطة الطارية، ونخليها حتى هي تنسجم مع باقي المكونات. كيف ما كتشوفوا هي الصلصه بدات كتعقد. غادي ندوز دابا باش نشوف الحوطه واش طابت، ونكمل معكم الطريقه ديال التحضير ديال الطبق. كنرجع للسمكة من بعد ما جبتها من الفران، كيف ما كتشوفوا قريبة طيب. كنضيف لها من الفوق ديك الصلصة البيضة اللي حضرت، وكنعاود ندخلها للفران باش تكمل الطياب ديالها. نحاول انني نديرها من الداخل. صافي دابا غادي ندخلها للفرن باش نكمل الطياب ديالها، وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطبق. هذا هو الشكل النهائي ديال السمكة اللي قدمت معكم اليوم. كنتمنى ان الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يدير لي ابوني ويشجعني باش نتقاسم معكم جميع الوصفات اللي عندي. فرجه ممتعه، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.